تعالوا بقى ننقل للنقطة اللي بعدها. احنا اللي يهمنا يا باشمهندس ال 3 دايمنشن، ما احنا عايزين بقى روتيشن ماتريكس ال 3 في 3 اللي احنا عمالين نوصف فيها من اول ما بدأنا لحد دلوقتي. طيب دلوقتي مش انت عندك ثلاث محاور اكس وواي وزد؟ طيب وصف المحاور هيبقى عامل ازاي؟ ادي الاكس وادي الواي وادي الزد، ده الاكس واي زد. الاكس لما نيجي نوصفه هيبقى عباره عن 1 0 0، هي عباره عن كومبوننت في اتجاه الاكس يونت طبعا، و0 في اتجاه الواي و0 في اتجاه الاكس. والواي هيبقى 0 1 0، 0 في اتجاه الاكس و0 في اتجاه الواي، وهي عباره عن يونت في اتجاه الواي. والزد 0 0 1، 0 في اتجاه الاكس و0 في اتجاه الواي و1 في اتجاه الاكس. ده عباره عن توصيف الثلاثه يونت فيكتورز الاكس والواي والزد. طيب تعالوا بقى نحول الدورانات دي، اويلر انجلز بقى قال لك ايه؟ ال 3 دايمنشنال روتيشن نقدر نوصفها باستخدام ال 2 دي روتيشن اللي احنا لسه قايلينها من شويه. طب ازاي يا باشمهندس؟ هو خلي بالك انت لما تيجي تدور حوالين المحور اللي فات، مش احنا دلوقتي كان عندنا اكس وواي؟ فانت لما كنت بتدور بزاويه سيتا، هو الدوران ده كان بيبقى حوالين محور ايه؟ الناس اللي صاحيه معايا بقى، يعني احنا كنا بنقول هيلف بزاويه سيتا. خلي بالك الدوران هو كميه متجهه، يعني له مقدار وهو قيمه الزاويه وله اتجاه اللي هو عباره عن الاكسس اوف روتيشن اللي هو محور الدوران. بعد كده بقى لما تيجي تقول لي يا باشمهندس انا هدور بزاويه كذا، هقول لك بزاويه كذا حوالين محور ايه؟ لازم محور الدوران تبقى عارفه. طب امال ليه ما قلتهوش المره اللي فاتت؟ يعني واحنا بنشرح ال 2 دي، مين بقى الشاطر يقول لي؟ ليه لما كنت بقول هلف بزاويه سيتا ما كنتش بقول لك هلف حوالين ايه؟ لان طبيعي محور الدوران كان مين؟ زد. بالظبط، الله ينور عليك. ما هو انا دلوقتي لما اجي هلف بزاويه سيتا، خلي بالك مش فاكر الدوران بيبقى دايما محور الدوران عمودي على السبوره؟ طب مين اللي هيبقى عمودي على الاكس والواي اللي هم في المسطح اللي قدامك ده؟ ما هو ده اكس وواي، مين اللي عمودي عليه؟ هو محور زد. فاكرين كده لما كنت بتاخدوا العزوم في ال 2 دي؟ كان دايما العزوم بيبقى الاتجاه عمودي في اتجاه الزد، بس ما كناش بنقوله، كنا دايما بنقول عمودي على الايه؟ على الكراسه، او عمودي على السبوره، او عمودي على محور الدوران، او عمودي على البلان بتاعك. بس احنا دلوقتي هنتنقل في روتيشن بقى في اي اتجاه، فبقى لازم تحدد لي محور الدوران مش الزاويه. يبقى احنا كنا الاول بنقول الزاويه بس على اساس ان دايما محور الدوران عمودي على السبوره اللي هو محور زد، انما دلوقتي انا ممكن الف حوالين محور زد او محور اكس او محور واي او ثلاث مركبات مع بعض، جزء من الواي والاكس والزد اللي هو الدوران حوالين اي محور في الدنيا. عايزك تصحى معايا في النقله دي من الدوران من 2 دي لل 3 دي. في ناس كتير خلصت كورسات روبوتكس وكيماتكس ومش فاهمه السنس بتاع الدوران. الدوران في ال 2 دي دايما بيبقى عمودي على السبوره حوالين زد، دايما حوالين الزد، فعشان كده ما كناش بنجيب سيره محور الدوران. فدايما كان يهيئ لك لو حاجه بتدور بزاويه سيتا فالدوران هو كميه قياسيه، قول لي بس مقدار الزاويه. بس دلوقتي محور الدوران مهم، ليه بقى؟ لان انا عايز اعرف انا هدور حوالين مين. الاول كنت بدور حوالين الزد، فكنت بستخدم الروتيشن ماتريكس بتاعت الاكس واي اللي انتوا كنتوا شايفينها من شويه، اللي هي كوزاين ساين سالب ساين كوزاين. طيب لو انا بقى عايز اعمم الكلام ده، هيبقى عندي بقى ثلاث دورانات حوالين الاكس وحوالين الواي وحوالين الزد. تعالوا نبدا باللي احنا عارفينه، الدوران حوالين مين؟ الدوران حوالين الزد، الروتيشن اراوند الزد اكسس. يبقى دول الثلاث محاور بتوعنا اللي هي المصفوفه 3 في 3، لما اي فيكتور يدور دول هيتغيروا معاك. طب هنغيرهم ازاي بقى؟ طيب لو انت دورت حوالين الزد فدي تعتبر 2 دي روتيشن، باعتبار ان محور الاكس هو محور اكس ومحور واي هو محور واي. ايه يا باشمهندس اللي انت بتقوله ده؟ اه والله هو زي ما بقول لك كده. والدوران هيبقى في الاكس واي بلين، يعني من الاخر ده وده اللي هيتغيروا، انما ده هيبقى ايه؟ الزد هيبقى ثابت مش هيحصل له حاجه.
طيب فاكرين الروتيشن حوالين محور زد لو انا كنت بلف عكس عقارب الساعه كان ايه؟ كان كوزين ساين سالب ساين كوزين، صح كده؟ طيب محور الاكس اللي هو 1 0 0 لما يدور هيبقى بالشكل ده، مش هو كان 1 0 0 1؟ هي دي الحته اللي هتتغير بدي اكنها 2 دايمنشنال، والباقي بتاع الزد هيبقى ثابت زي ما هو. يعني دي هتبقى عباره عن كوزين سيتا ساين سيتا سالب ساين سيتا كوزين سيتا، ودول صفار وده محور زد زي ما هو. يبقى من الاخر دي الروتيشن ماتريكس الثري دايمنشنال لو كان الدوران حوالين الزد بزاويه سيتا مع عقارب عكس عقارب الساعه. يعني من الاخر هي دي اللي احنا اثبتناها. طب والباقي ثابت ليه؟ لان محور زد ما حصلوش حاجه. كده وصلت يا شباب؟ فاحنا بدانا بالسهل، احنا كده ما فيش حاجه جديده اتعملت. الواحد صفر صفر واحد ده الاكس والواي اكسس القدام في ال2 دي. طب والزد ثابت ودول، يبقى هي دي بتاعه الثري دايمنشنال لو كان الروتيشن حوالين مين؟ حوالين الزد. طب تعالوا نشوف، يبقى ده اول روتيشن، الروتيشن حوالين الزد. طب تعالوا نشوف الروتيشن حوالين الاكس. ايه اللي هيحصل بقى؟ الروتيشن حوالين الاكس. طيب الروتيشن حوالين الاكس، فاللي هيحصل في التغيير هو مين؟ الواي والزد بلين. فاكن هو ده الواي وده الزد، ومحور اكس هو العمودي على السبوره. محور اكس هو مين؟ العمودي على السبوره. يعني هنعتبر ان محور واي بالنسبه في الثري دايمنشنال هو مين في ال2 دي؟ هو محور الاكس في ال2 دي، يعني اكن ده هو الاكس. ومحور زد في الثري دايمنشنال هو مين في ال2 دايمنشنال؟ هو الواي. يعني ايه يا باشمهندس الكلام ده؟ ركز معايا، ده الاكس وده الواي وده الزد، دول الثلاث عواميد. لما هتلف حوالين الاكس فمحور اكس ماله؟ هيبقى ثابت، اللي انت بتدور حواليه مش هيحصل له حاجه لانه هيفضل عمودي على محور على البلين بتاع الدوران. اللي هيتغير الواي ومين؟ والزد. فين الواي والزد؟ اهم هم دول. طيب تعرف تطلع لي المصفوفه اللي هي كانت عباره عن 1 0 0 1 من الشغل القديم بتاعنا؟ ادي 1 0 0 1، هي دي المصفوفه بتاعه الاكس واي بتاعتنا. طيب بس دي بقى مش هتبقى واي، اعتبر دي هي الاكس والزد دي اعتبرها هي مين؟ الواي بالنسبه لشغل ال2 دي. ده معنى اللي انا كاتبه، يعني الواي في 3 دايمنشنال هي هتبقى الاكس في ال2 دي، والزد في 3 دايمنشنال هتبقى الواي في ال2 دي. هو ده اللي انا رسمه، ده الواي وده الزد، بس انت متعود ان ده بيبقى محور اكس وده محور واي. يعني يا باشمهندس الخلاصه هتبقى عباره عن ايه؟ ادي المصفوفه الاصليه، محور اكس ثابت زي ما هو. ليه ثابت؟ لان انا بلف حواليه. لما كنت بلف حوالين محور زد ما اتغيرش، المره دي لما هلف حوالين محور اكس مش هيتغير. ودول اصفار زي ما هم، دول بتوع ال2 دي، دول 1 0 0 1، دول اللي هيبقوا مناظرين لمين؟ للكوزين ساين سالب ساين كوزين. أكن هي دي اللي احنا استنتجناها في أول مرة، بس مكانها اتنقل هنا. فده هيبقى عبارة عن الروتيشن حوالين محور مين؟ حوالين محور إكس بزاوية سيتا. لما تلف حوالين الإكس الواي والزد يتغيروا، لما تلف حوالين الزد الإكس والواي يتغيروا. طب آخر حاجة، لما لف حوالين الواي مين اللي هيتغير؟ الاكس والزد، والواي هتبقى ثابته. تعالوا نجيب الروتيشن حوالين الواي هيبقى عامل ازاي. نكتب دول تاني زي ما هم، 1 0 0 0 1 0 0 0 1، ده الاكس وده الواي وده الزد. طيب ده 3 دي وده 2 دي. لما نلف حوالين محور واي
فده هيبقى الزد وده الاكس، ده الزد اكس، والواي هو اللي عمودي على السبورة. فده محور زد هو هيبقى يناظر للاكس في 2 دي، والاكس في 3 دي هيبقى هو مين؟ الواي في 2 دي. يعني هنعتبر محور اكس في 3 دايمنشنال هو الواي، ومحور زد في 3 دايمنشنال هو مين؟ هو الاكس. طيب المصفوفة الأصلية بتاعتنا أهي، لما نلف حوالين الواي، الواي هيبقى ثابت زي ما هو، صفر واحد صفر، ده مش هيتغير. مين بقى اللي هيتغير؟ الإكس والواي، الإكس والزد. طيب الإكس والزد بقى فين الحدود بتاعتهم؟ دايما هتشيل بقى الصف التاني مع العمود التاني، يعني دول هيبقوا صفار زي ما هم. اللي هيتغيروا القيم دي اللي هنا، دي عبارة عن واحد صفر، واحد صفر بالشكل ده. دول بقى هيبقى فيهم الكوزاين والساين. نركز مع بعض، احنا قلنا ان ده محور زد هيبقى مين في 2 دايمنشنال؟ هو الاكس اللي هو واحد صفر، وفي 2 دي الواي كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن صفر واحد. مركزين معايا؟ محور زد هنا هو صفر واحد، الصفر فوق والواحد تحت، ومحور اكس هنا الواحد فوق والصفر تحت. طيب انا عايز بقى محور زد يبقى هو محور اكس، يعني انا بس انا مش عايزكم تتلخبطوا، ده اللي انا حاطه في المربعات دول هي المحاور اللي انا محتاجها، واحد صفر صفر واحد، اللي هم اللي في المربعات دول، ده الاكس وده الزد. الاكس هنا كان صفر واحد صح، انا عايز بقى الزد هنا يبقى هو الاكس في 2 دي عشان اعرف اجيب المصفوفه. فهو ده الاكس واي بلين في 2 دي، وده جاي منين؟ من 3 دي. ازاي اخلي ده يبقى هو ده؟ هنعمل دوران، لان انا ده الاكس هنا بيمثل 1 0، انما الاكس اللي هو انما الاكس هنا اللي هو الزد، من قلت لك الزد هيبقى الاكس 0 1. يعني من الاخر هتعمل ترانسبوز للمصفوفه دي. يعني الخلاصة يا باشمهندس عشان ما تتلخبطش، لو كان الدوران عبارة عن كوزين ساين سالب ساين كوزين، فانت هتعمل لي ترانسبوز لدي وتنقلهم هنا اهو. لما نيجي نعمل بقى ترانسبوز كوزين سالب ساين، دي هتبقى كوزين سالب ساين، يبقى الصف يبقى عمود، ودي ساين كوزين هتبقى ساين كوزين. بس طبعا دي ايه؟ سيتا 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 سيتا. فدي هتبقى عبارة عن الروتيشن ماتريكس حوالين محور واي، فواي ثابت زي ما هو، والاكس والزد مالهم؟ هم اللي هيتغيروا. بس ليه بقى الروتيشن انت كنت قايلها لنا يا باشمهندس كوزين سالب ساين ساين كوزين، ليه عملتها كوزين ساين؟ مش دي المفروض تبقى هي السالب؟ ده كان السؤال اللي المفروض تسألوه، او لو انا قلتها تتلخبطوا. كان المفروض تبقى السالب هنا، ايه اللي جابها تحت؟ ده بسبب ان الدوران حوالين محور واي، فانت بتتعامل مع محور اكس في 3 دايمنشنال على انه هو الواي، ومحور زد على اساس هو الاكس. طيب نركز على محور زد على اساس انه هو الاكس. ادي محور زد 0 1، الصفر فوق والواحد تحت. الطبيعي ان محور اكس لو هو ده اللي هيبقى الاكس، ان الواحد هو اللي يبقى فوق والزيرو تحت، فعشان كده عملنا ترانسبوز، فعشان كده السالب اتنقلت من هنا لهنا. انت متلخبط فيها، هو ده الروتيشن، ما تتلخبطش، هو اعتبر نفسك عملت ترانسبوز ليها. وصلت؟ يبقى اللي يهمني من الكلام ده كله ان هي دي الروتيشن ماتريكس حوالين محور واي بزاويه سيتا، بس كده. انت دايما حافظ ان دايما الروتيشن كوزين سالب ساين ساين كوزين، السالب دايما بتبقى في الحته دي حوالين محور واي، اعكسها خليها دايما هنا. ايه السبب؟ بسبب الحركه اللي انا قلتها لك، ان محور اكس بقى هو الواي والزد بقى هو الاكس، فهي بتلخبط شويه، بس هي الموضوع سهل جدا. لحد دلوقتي في مشاكل ولا الدنيا تمام؟ تمام. طيب اخر حاجه بقى عشان نجيب خلاصه الكلام ده كله دلوقتي يا باشمهندس، انت قلت لي ثلاث مصفوفات لحد دلوقتي، نركز بقى مع بعض.
ده الروتيشن المفروض دي المحاور الاكس والواي والزد بتاعتنا. لو كان الدوران حوالين محور زد بزاويه سيتا هتبقى كوزاين، تعالوا نسمي بقى دي بزاويه الفا، هنغير بقى اسماء الزوايا، هتبقى كوزاين الفا ساين الفا صفر، دي هتبقى سالب ساين الفا، الالفا يعني هي زاويه زي السيتا يعني، كوزاين الفا ودي صفر ودي صفر صفر واحد، ده لو دوران حوالين محور زد بزاويه الفا. تمام؟ طبعا طبيعي ان محور الزد ثابت والاكس والواي يتغيروا. طيب لو الدوران حوالين محور واي دي اللي استقينا من شويه، لو حوالين محور واي بزاويه بيتا فالترانسفورميشن ماتريكس هتبقى عامله ازاي؟ 0 1 0 ودي 0 0 دول ثابتين لان محور واي ثابت، والروتيشن هيبقى كالاتي. لو احنا هنلف حوالين محور واي هتبقى كوزاين بيتا سالب ساين بيتا، ودي هتبقى ساين بيتا، ودي هتبقى كوزاين بيتا. دي اللي هي السالب اللي جت هنا اللي قلنا موضوع الروتيشن اللي انتوا ايه ما تتلخبطوش فيه. تالت حاجه لو الروتيشن حوالين محور اكس بزاوية سيتا، لو الروتيشن حوالين محور اكس بزاوية سيتا هيبقى شكل الروتيشن ماتريكس كالتالي. طبعا حوالين محور اكس فمحور اكس هيبقى ثابت 1 0 0 وده هيبقى 0 0 زي ما هو، ودي هتبقى عبارة عن كوزاين او تعالوا نسميها بقى مثلا جام او سيتا زي ما هي مش مهم، كوزاين سيتا ساين سيتا، ودي هتبقى سالب ساين سيتا كوزاين سيتا. تمام؟ يبقى ده الدورانات، ده حوالين زد وده حوالين واي وده حوالين الاكس. طيب خلي بالك، هو انت لما هتيجي تدور اي دوران بقى او اي فيكتور في الدنيا لما هيجي يدور هو مش هيدور حوالين محور واحد بس، ده هو هيبقى عباره عن ثلاث دورانات حوالين الثلاث محاور، يعني مجموعين مع بعض او يعني معمولهم كومباينيشن مع بعض. هو كان الاول دايما الدوران حوالين محور ايه؟ كان حوالين محور زد، فكنا بنستخدم دي على طول. دلوقتي بقى هيبقى ميكس ما بين الثلاثه مع بعض، يعني دوران مركب بقى كده، عارف كده لما واحد بيشوط كوره وتلف بزاويه معينه، طبعا هو بتلف حوالين الثلاث محاور. فهنحللها لثلاث زوايا حوالين الاكس والواي والزد. الروتيشن ماتريكس النهائيه بقى هتبقى عباره عن ايه؟ دي اللي اويلر قالها. هي عباره عن الروتيشن حوالين الزد بالزاويه الفا مضروبه في الروتيشن حوالين الواي بالزاويه بيتا مضروبه في الروتيشن حوالين الاكس بالزاويه سيتا. هنضرب الثلاثه دول في بعض، الناتج هيبقى الروتيشن ماتريكس النهائيه نتيجه بقى دوران الالفا والبيتا والسيتا اللي قدامنا دول، دي هتبقى الروتيشن ماتريكس النهائيه. طيب لو انت بقى عندك يعني لو انت بقى دورت دول او المحاور بتاعتك اتدورت بثلاث زوايا، فحصل ضرب الثلاثه دول في بعض هيطلع لك روتيشن ماتريكس كبيره قوي. احنا بقى مش هنضربهم في بعض بايدينا، انت هتضرب الثلاثه دول في بعض هيطلع لك شكل كبير قوي. دي بقى بيسموها الاويلر انجل الزي واي اكس، اللي هو بدات الدوران حوالين الزد وبعد كده الواي وبعد كده الاكس. طب هل ده الكومباينيشن الوحيد؟ لا، ده اويلر بقى قاعد يخترع، قال لك زي واي زي، قال لك لا اكس واي زي، لا واي زي واي، اكس زي واي، قاعد بقى يعمل كومباينيشن بين الثلاث حروف، وكل كومباينيشن يطلع لك روتيشن ماتريكس نتيجه ضرب ثلاث حاجات مع بعض. لان خلي بالك كل واحده من دي ليها مع العقارب وعكس العقارب، وكل واحده من دول بقى ممكن تضرب زي واي في الزد ثاني، او تضرب الزد في الواي في الاكس، او الاكس في الواي في الزد، او تضرب لو هي بقى واي اكس واي اكس واي هتضرب الواي بعد كده الاكس بعد كده الواي. كومباينيشن بقى من الدورانات، وفي جدول مشهور بتاع اويلر انجلز للروتيشن ماتريكس، هتلاقي بقى كومباينيشنز كتير. النواه بتاعتهم هم الثلاثه دول، كل واحده بقى تضرب دي في دي في دي تاني، او تضرب بقى اي ثلاثه مع بعض، فانت عندك احتمالات كتير قوي. في النهايه هتجيب الروتيشن ماتريكس النهائي. طيب لو انت عندك بقى فيكتور V اللي احنا بدأنا بيها الموضوع خالص،
وحصل له دوران بقى حوالين الاكس والواي والزد. فانت هتجيب الترانسفورميشن بتاعه لو هو مثلا زي واي اكس، هتضرب الثلاثه دول في بعض، جبت روتيشن ماتريكس، تضرب بقى الفيكتور الاصلي في الروتيشن ماتريكس دي، يجيب لك الفيكتور بعد الدوران. يعني من الاخر ده الفيكتور الاصلي، تعال نسميه الفي اوريجينال. بعد كده حصل له دوران باستخدام اويلر انجل زي واي اكس اللي قدامنا دي بزاويه الفا بيتا ثيتا، هتجيب الروتيشن ماتريكس دي ودي ودي وتضربهم في بعض، اللي هيطلع هو الروتيشن ماتريكس او الفريم الجديد. تضرب بقى الفيكتور ده في الروتيشن ماتريكس نتيجة الدوران الجديد ده، يجيب لك الروتيشن ماتريكس او الفيكتور الجديد افتر روتيشن، هيبقى مكانه عامل ازاي. طبعا ده هيبقى اتجاهه الجديد، بس هل مقداره هيتغير؟ لا، احنا لسه قايلين من شويه الدوران لا يؤثر على مقدار الفيكتور، فالمقدار زي ما هو، ولكن الفيكتور وصفه اختلف. يبقى احنا دلوقتي قدرنا نوصف اي فريم لو حصل له اي دوران باي كومباينيشن معين لازم يبقى معاك زوايا اويلر. تعرف بقى انت هتوصفها زد واي اكس ولا زد واي زد ولا ولا ولا. طب باش مهندس، هو انا اعرف منين اذا كانت هي زد واي زد ولا زد واي اكس ولا اكس واي زد؟ يعني اعرفها منين؟ لازم بقى تتخيل، شوف بقى ركز معايا، تتخيل المحاور الأصلية وتشوف المحاور الجديدة شكلها عامل ازاي. هي عبارة عن دوران حوالين الاكس وواي وبعدها زد ولا ولا ولا، يعني تحاول توصل المحاور القديمة دي للمحاور الأصلية، او تحاول توصل المحاور الجديدة بعد الدوران للمحاور الأصلية، تحولها للثلاث دورانات لروتيشن حوالين الاكس او الواي او الزد او اكس واي اكس او 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 اي حاجه بقى. طبعا الموضوع صعب، لانك انت عشان توصف المحاور دي وترجعها لمكانها الاصلي لازم بقى تشوف الاول تدور حوالين الاكس وبعد كده الواي وبعد كده الاكس مره ثانيه، ولا هتدور حوالين الاكس وبعد كده الواي وبعد كده الزد، ولا احتمالات كتير قوي. فعشان كده هو اويلر انجلز مهمه، وتقدر توصف اي فريم بعد الدوران بالنسبه لفريم اصلي، ولكن عيبها الاساسي ايه؟ ان انت لازم تعرف توصف الدوران حوالين الاكس والواي والزد. وعلشان كده في بقى فورمولا ثانيه كلوزد فورم هنشوفها مع بعض المره الجايه ونعملها بالماتلاب، هي الاعم والاشمل، وكمان اويلر انجلز جزء منها، ودي اللي ان شاء الله هناخدها مع بعض المره الجايه، بس بقى هناخدها كمان بالماتلاب ونحمم بقى الكلام ده كله ان شاء الله مع بعض. كده الحمد لله انا خلصت النهارده، اتكلمنا عن اويلر انجلز. اتمنى يكون اليوم يعني ايه واي نعم كان دسم شويه، ولكن هي دي اساسيات الروتيشن ماتريكس لازم تكونوا فاهمينها، وان شاء الله المرات الجايه الموضوع هيوضح اكتر واكتر باذن الله. كده انا خلصت، واشوفكم على خير ان شاء الله المحاضره الجايه.